من جدة تنضم إلينا اختصاصية التغذية رويدة إدريس. دكتورة رويدة مساء الخير، حياك الله معك في السنة الرابعة من الرياض، كل عام وأنت بخير، رمضانك كريم. يسعد مساك وأنتم بخير إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا فيك. خلينا نسأل أولا، لأي مدى الصيام شهر رمضان فرصة لإنقاص الوزن، فرصة لإكمال من بدأ أي حمية غذائية كانت على مدار السنة أو كانت أيضا حتى قبل شهر رمضان، ولا هذا الأمر صعب يا دكتورة بسبب تنوع الموائد الكبير واحتوائها على كثير من الأغذية الصحية وغير الصحية؟ أول شيء كل عام والجميع مشاهدين العربية بخير. طبعا شهر رمضان هو أفضل شهر في السنة لإنقاص الوزن، يعني هو البداية الصحيحة اللي ممكن نعمل إعادة تشغيل لجسمنا من خلال الشهر الكريم، إننا نصحح عادات غذائية وإننا نفقد الدهون المخزنة في جسمنا من نتيجة الشهور السابقة كلها. طبعا كونه إحنا دائما بحس إنه في تضخيم لموضوع موائد رمضان إنها غنية في أشياء كثير، هي سبحان الله أنت لو حطيت ثلاثة أصناف تلاقيها عبة الصفرة، لأنه شهر رمضان شهر كريم والواحد يحس أي حاجة فيها بركة، أي حاجة بيعملها فيها بركة. لا بس هو القصد دكتورة رويدة أنه أنت عندك ساعات صيام طويلة وعندك أيضا ساعات إفطار، فهذه ساعات الإفطار يعني ما نبغى نقول أكثر الناس، لكن مجموعة من الناس على الأقل يعني طول هذه الفترة اللي هم مفطرين فيها فهم جالسين يعني يأكلوا كل ساعتين كل ثلاث ساعات، فبالتالي المحصلة النهائية أنه نهاية رمضان يصير فيه زيادة في الوزن، ويكون هذا الشهر يعني هو فرصة لزيادة الوزن مش لإنقاص الوزن مثل ما قلتي. صحيح، هو مفروض أنه ينقص الوزن، لكن زي ما قلت كل ساعتين ثلاثة حياكلوا كمان إيش الاختيارات اللي بيأكلوها؟ ما إحنا ممكن أنه تكون خياراتنا أشياء صحية ومفيدة وتساعدنا لليوم الثاني، يعني أنه نكمل صيامنا بصحة وعافية. لكن إذا كانت الاختيارات اللي حضرتك عمال تقول عنها هي من الحلويات والمقليات والمحمر والمشمر زي ما يقولوا، طبعا أكيد حيزيد الوزن، لكن إحنا بنتكلم على الشيء اللي يفترض أنه ناتج عن الوعي الصحي اللي صار في مجتمعنا. طيب. الحمد لله. طيب دكتور، بمجرد ما يدخل شهر رمضان الكثير من الناس يتجه إلى البحث عن أفضل رجيم في رمضان، أفضل حمية في رمضان، وأكيد الناس حتتجه إلى 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 محركات البحث ويبدأ يبحث عن أفضل رجيم أو كيف أنقص الوزن في رمضان، وتطلع الإعلانات الكثيرة اخسر 30 كيلو في رمضان، 20 كيلو، واتبع هذه الحمية الغذائية، ويعطيك جدول منتظم وإيش المفروض أنت تأكل وإيش المفروض ما تأكل. هل يجب اتباع هذه النظم الغذائية ولا هذه فقط لمجرد تسويق، وخلينا نقول بالعامية يعني ضحك على الناس؟ هي بالضبط، هي تسويقية بحتة، ودي على كده أنه بيخرجوا من رمضان أو بيخرجوا من نتيجة اتباع الأشياء الخاطئة أو الحميات الخاطئة بيخرجوا بزيادة في الوزن. وأنا دائماً أقول لو نظرنا إلى المنحنى حق السمنة خلال الأعوام السابقة للآن حنلاقيه بارتفاع وليس بانخفاض، فلو فعلاً في هذه الأشياء اللي ذكرتها إنها تنزل وزن 30 كيلو و20 كيلو و10 كيلو في الشهر، فكلها أشياء ما هي صحيحة. والنزول الوزن السريع أكيد حالة مرضية غير صحية. طيب. فالنزول الطبيعي يكون في الشهر 4 كيلو، على الكثير 6 كيلو، يعني هذا بالأكثر. خليني أسألك بما أنك اختصاصية دكتورة أخيرا، يعني ما هو أفضل رجيم يتناسب مع شهر رمضان؟ اللي هي الصيام المتقطع أو الوجبة الواحدة، هذا بيكون أفضل أنواع الحميات، لأنه بيساعدك الوقت أنه أنت أساسا صيام، فيساعدك أنك تأخذ وجبة واحدة تكون متكاملة، وباقي الوقت لغاية وقت السحور حيكون عندك الزبادي والخضروات، السلطات، الخيار، الأشياء هذه. والسوائل طبعا شيء أساسي، ولكن نبعد عن السوائل الغنية بالسكريات. أشكرك جزيل الشكر من جدة اختصاصية التغذية دكتورة رويدة إدريس، شكرا جزيلا لك.